سلام بنات، ان شاء الله كاملكم بخير. مرحبا بكم في قناتي اليولين جال ويسبرز. جيتكم اليوم فيديو جديد كنت طلبتوه بزاف، اللي هو جوله في المطبخ تاعي. وتاني راح نشارككم بعض الافكار والتنظيمات، وصفه خفيفه وسهله تقدروا ديروها سواء الغداء ولا العشاء. وبلا ما نطول عليكم نبداو ديريكتومون في الفيديو. في النهار اللي قررت نصور لكم فيه لاكويزين كانت خلصت لي كامل الخضره، وصيت الزوج تاعي قضالي ونظمتها كما راكم تشوفوا في المنظمات المعروفين هادو تاع الثلاجه. وتاني جاب لي شويه تاع السلق نقيته وغسلته، وهو اللي رايحه ندير لكم به الوصفه تاعنا اللي في الفيديو تاع اليوم. خبيت الخضره هذه كامل وفرست الثلاجه مليح، وبديت نقطع في السلق باش نحطه يطيب. قلت نحيه عليه من الطريق باش يجيني ساهل كي نخبيه، وتاني كي يلحق الوقت اللي نطيب به نقاه واجد. وكما راكم تشوفوا قاعده نقطع فيه، وعلى بالنا كامل باللي السلق عنده فوائد بزاف ونقدروا نديروا منه العديد من الوصفات. وان شاء الله تعجبكم الوصفه اللي رايحه نديرها معكم. ومن بعد ما قطعته كامل حطيت له الماء والملح وحطيته ديريكتومون فوق النار. من بعد ما طاب في الرغد وهو سخون باش يقطر مليح من الماء هذاك اللي فيه وخليته اكوتي. وهذه هي لاكويزين تاعي، بديت لكم بانتو 380 درجه باش تشوفوها كامل. يا بخير روحوا لي ديتاي، وكما راكم تشوفوا جايه في الجري. بالنسبه للبخي البنات دوماج، ما على باليش شحال كلش، باسكو كي جيت لقيتها كيما هكا الحمد لله بيان ايكيبي دي زيليمون مابلي في ليغري وميم ليكترو ميناجي في ليغري. سينو نقول لكم كل حاجه بشحال تشريت ومنين. لو بال هذيك اللي شفت وحده في ليغري قولوا لها ليها انا ما قيت. يعني هكا كل شيء نحبو سوا في ليغري ولا في البلون. المهم هذا هو الفريجيدير من لا مارك بروند. رايحه نفتحه لكم باش تشوفوا كيفاش جاي من داخل وكيفاش منظمته.
وهذا هو الميكروويف ولا الميكروووند، كل واحد واش يقول له من مارك اريستون هوت بوينت به باللوفوغ، ويجيو اونكاستري من هذوك اللي ركبوا فوق بعض. وهنا فوق الميكروويف حط الحوايج تاع الكسره، يعني نحط الحوايج اللي ما نحتاجهمش بزاف في البلايص العاليين. وبالنسبه للقجوره اغلبيتهم ما همش مفروزين مليح لانه مازال مشيت لهمش منظمات، وكل واحد واش حط فيه. وهذه هي لابلاك شوفون توجو من لا مارك اريستون هوز بوينت، جايه في الكزاز. الاغلبيه خوفوني من الكزاز، كانوا يقولوا لي تكسروا مثلا تكون سخونه بزاف وطاشيها قطره ما بارده اكسيتيرا. هذه نونس قست لي شحال من مره والحمد لله ما صرا لها والو. على كل حال راني نحاول نستحفظ عليها وما نمسحهاش حتى تبرد. ودايره ثاني لا اوت في الكريم لا مارك اريستون سي بون، كل شيء من لا مارك اريستون صوف الفريجيدار وفريمون لي مارك في زوج ملاح. وهنا فوق لاوت دايره هادو تاع الكزاز وحاطه فيهم الحبوب لي بات، وتاني لي بوتاي هادوك تاع الزيت مي مازال ما حطيتش فيهم. وليليمون هذا اللي في الوسط فيه دوز ايتاج، وكيما راكم تشوفوا حاطه فيه صحونه ولي كاسرول اكسيتيرا. ودايره هذا المنظم في الابيض مع القط، وحاطه فيه الكيسان تاع الحليب باسكو كان باقي لي شويه فيد ما بين لي دوز ايتاج. وهذه تاع المعان ما عنديش بزاف من اللي شريتها، شريتها من مرجدي من بازار البيت السعيد ب670 الف. فغير عمليه بزاف ينشفوا فيها المعان بالخف ونخبيهم، وتاني ما حكمتليش البلاصه باسكو جايه فوق لافابو. وهنا من فوق منها حاطه تاع التوابل والملح والسكر والقهوه جايين اينوكس، وكيما قلت لكم ديجا معني يا اما اينوكس غري ولا بيض صوف كيما نقاش الحاجه اللي نحوس عليها. وحاطه ثاني لاسيغي تاع الماس. اون فاس البوتاجي عندي جوغ كونتوار صغير وفوقو اليمون دو زيتاج اوسي، وكيما راكم تشوفو حاطه فيه الحوايج ترونسبارون كيسان تاع جو تاع تاي لي فيغين تاع ديسير اكسيتيرا. ودايره فيه المنظم هداك كان في الابيض مي انا صبغتو ارجونتي باش يجيني مع الماء اللي حطتهم هنا. وهنا دايره دي بورت مونجي منظمه بيهم، كل واحده واش حاطه فيها، كاين اللي حاطه فيهم الكسكسي، كاين اللي تيزان، كاين اللي رند. المهم فريمون نظموا لي الحاله هنا بزاف. والقجر الاول هذا حاطه فيه دواء، الناس دير بواط فارماسي وانا درت قجر فارماسي. المهم نظمه فيه هكا الدواء اللي نحتاجوه ونستعملوه. في القجر اللي تحت منه حاطه فيه التاي والعسل الطبيعيه والاصطناعيه. وتاني شوكو بودغ تاع الحليب والسكر وبعض التوابل، ونظمتهم في الكاجوات هذوك الصغار.
وبالنسبه للبلارات تاع الكزاز هادو خدمتهم تاع المايونيز، غسلتهم مليح وركبت بغلات الغطاء تاعهم وصبغتهم برك. وتاني البلاطو هذاك صغير كان بلاستيك ابيض وفيه دي ديسان، وهو تاني صبغته بالصبغه ارجنتي اللي رايحه نوريها لكم. وهنا الكاجو دوزيام لي من تحت دايره فيه لي ساك بوبال ولي ساشي تاع الكونجيلاسيون. وصلنا للباب الاخر وحاطه فيها الماء تاع الشرب، دي فوا نشربو سعيده ودي فوا نعمرو تاع لي سورس. وبالنسبه للطابله هذه ما هدرت لكمش عليها باسكو هدرت ديجا عليها من قبل في الفيديو تاع جهازي. المهم جايه سامبل كري وبيضاء وبست كراسه، شريتها ب 19 مليون نورمالمون. اي فوالا، كانت هذه هي جوله تاعنا في كوزينتي، ان شاء الله تكون عجبتكم. بقات لي اخر حاجه قلت نزيد نوريها لكم اللي هي هذا البالكون، يا بخير نروح نوجد العشاء. وباش نديروا الوصفه تاع السلق اللي هدرت عليها في اول الفيديو، قشرت البطاطا وقطعتها دوائر وحطيتها تقلى، ومن جهه خلاف حطيت زيتون مقطع تاني يغلى باش يتنحالوا الملح. وهنا راني غير بشويه مع الزيت باسكو مقطوع، القطره اللي عندي لازم نستحفظ عليها. ويسعد ويفرح لي قبيضون زيت في اليامات هادو. كرفشت حبة بصل وثوم ودرتهم في مقلة مع شوية زيت باش نحطهم يقلى، وريحت تاني صدر دجاج. وهنا كي طابت البطاطا نحيتها، ومن بعد ما تقلى البصل والثوم ضفت عليهم الدجاج والتوابل والملح وشوية معدنوس وخليتهم يطيبوا مليح. من بعد ما طاب الدجاج ضفت عليه الزيتون اللي كنت غليته من قبل باش نحيت له الملح، وخليتهم تقلاو شويه مع بعض وطفيت عليهم. من جهه خلاف حطيت السلق اللي طيبته في اول فيديو يتقلى شويه، ومن بعدها خلطت معاه هذاك الدجاج والزيتون. استفت البطاطا في الموت على الكزاز وحطيت عليها هداك الخليط تاع السلق والجاج والزيتون وعدلته مليح. رشيت شويه تاع الفرماج قبل ما نحط البيض باسكو النوعيه تاع الفرماج اللي كانت عندي ما تذوبش مليح، وبعدها كبيت البيض اللي فيه فرماج تاني مقطع كاريات وملح وفلفل كحل، وزدت كملت من فوق باقي الفرماج المبشور ودخلته للفرن يطيب. وهذه الكغاطا تاعنا من بعد ما وجدت فغيمون جات بنينه، وهذا هو شكلها من بعد ما قطعتها. وهكا نكون وصلنا لاخر الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم. ما تنساوش حبيباتي لي جيم ولي كومونتير، واللي مازال مشتركش في القناه تشترك وتفعل زر الجرس باش يوصلها الجديد. والى الملتقى في فيديو اخر ان شاء الله.